أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ بهيج حموي المستشار القانوني في شركة المستثمر الدولي. سيد بهيج مساء الخير وأنا شاكر لوجودك، ولعل هذه واحدة من الحلول التي تتجهها هذه الدول في سبيل تمويل مشاريعها التنموية وهي الشراكة مع القطاع الخاص. دعنا نتحدث عن التمويل الإسلامي، هل ثمت نماذج وقوانين تحكم هذه الشراكة وهذه العلاقة؟ بالتأكيد الشراكة بين القطاع العام والخاص تحكمها نماذج قديمة حديثة. المرحلة الحالية عم يتم كتير تحديث هذه القوانين لتتلائم مع متطلبات السوق وتتلائم مع الصيرفة الإسلامية اللي لديها العديد من لديها الكثير من الفائض النقدي للدخول في مثل هذه المشاريع. القوانين الحديثة والنماذج الحديثة للشراكة بين القطاعين العام والخاص أعطت دور أكبر لمؤسسات التمويل الإسلامي من خلال وضع السماح بوضع الرهن على أصول المشروع، من خلال وضع مشاريع البنية التحتية أيضا ضمن هذه المشاريع التي يجب أن تكون تمول من قبل المصارف الإسلامية. هذا الدور للمصارف الإسلامية خصوصا في المرحلة الحالية تتجه إلى كما ذكرت تتجه الحكومات إلى البحث عن التمويل الإضافي، هذا أعطى دافع كبير للمؤسسات الصيرفة الإسلامية لتكون قريبة من هذا التمويل ولتكون على مشاركة فعالة وحقيقية في مثل هذه الأمور. جيد جيد. نلاحظ سيد بهيج أن المصارف والبنوك الإسلامية لا تشارك بفاعلية كبيرة في مسألة البنى التحتية بطبيعة الحال، يعني إلى أي مدى هذه النماذج نماذج الشراكة من الممكن أن توسع هذا الماعون وتعزز هذه المشاركة؟ تمام. المؤسسات المصرفية الإسلامية رغم التطور اللي السنوات الأخيرة اللي حصلت فيه ورغم ملاءتها المالية في الأزمات المالية، لكن لا زالت بعيدة عن تمويل مشاريع البنية التحتية، لأن هذه المشاريع تتطلب ممولين من نوع خاص، تتطلب مول له يعني قدرات فنية لدراسة التمويل ودراسة مخاطر السوق ربما لا تتمتع بها كامل المؤسسات الإسلامية. القوانين الحديثة أعطت دورين بالحقيقة للمؤسسات الإسلامية، دور كممول والدور أن تكون هي أيضا شركة المشروع عن طريق يعني التمويل أو عدة وسائل، ممكن طرح الصكوك أو أي طريقة أخرى تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وممكن أن تقوم مؤسسة التمويل الإسلامية كشريك فعال مع الدولة وعن طريق الاستصناع وعن طريق، لأن هذه المشاريع البنية التحتية هي مشاريع أولا تهدف إلى خدمة المجتمع وهذا طبعا مرحب به من قبل المؤسسات المصرفية وتعمل جاهدة للدخول في هذا المجال، فممكن أن تدخل عن طريق التمويل وممكن أن تدخل عن طريق شريك حقيقي مع الدولة في هذه المشاريع. جميل. إذن كيف لهذا القانون أن يعمل على تشجيع المستثمرين الجدد؟ وماذا عن المستثمرين الحاليين؟ يعني ما هي المحفزات؟ يعني هذا القانون الجديد أو الطرح الجديد لمثل هذه النماذج من القوانين تعتمد هي تعلم أن بحاجة إلى مستثمرين ذو طبيعة خاصة، مستثمرين ذات ملاءة مالية معينة، فهي طرح البنى التحتية. يعني ذكرت ببرنامج قبل قليل أنه تم توقيع عقود مع الحكومة اللبنانية مصارف الإسلامية، هذا المشروع يؤدي أيضا بدي مستثمرين ذو طبيعة خاصة ملاءة مالية خاصة، فأحيانا بتكون المستثمرين هذول ممكن يكون جهة واحدة ممكن عدة جهات، فلذلك ممكن ننسق مع عدة جهات لأن التمويل يحتاج إلى ضخامة، هذا المحي مستثمرين جدد لجذب مستثمرين جدد. بالنسبة لجذب المستثمرين الإسلاميين أو يعني تشجيعهم على هذا المجال أعطت القوانين الجديدة فرصة لأول مرة برهن أصول المشروع، الرهن المتوافق مع أو المطلوب من الشريعة الإسلامية أو من المؤسسات التي تعمل ضمن نطاق الشريعة الإسلامية، رهن أصول المشروع يعني وضع الرهن على شيء ملموس وليس على أسهم المشروع، هذا يشجع البنوك الإسلامية والمؤسسات الصيرفة الإسلامية على تمويل مثل هذه المشاريع أكبر وأكبر. جميل. رغم كل ذلك يا سيد بهيج لا بد أن هناك تحديات تحكم هذه العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام في مسألة الشراكة خاصة في مسألة التمويل الإسلامي، ما هي؟ التحديات اللي بتواجهها المصارف الإسلامية مثل هذا التمويل مثل هذه المشاريع هي محدودية القدرات الفنية لديها، يعني هذه المؤسسات لا تملك القدرات الفنية لدراسة مخاطر السوق وإذا رح تفوت بهذه المخاطر لأنه هذه مخاطر عبر البلدان أو هذه المخاطر ممكن تكون عالية، يعني تحتاج إلى كوادر معينة فنية لدراستها، هذا واحد. من جهة أخرى كمان كما ذكرنا تحتاج إلى
المؤسسات الصرف الإسلامية لتكون فعالة في هذا المشروع ولتكون مفيدة للقطاع العام وتمويل هذه المشاريع تحتاج إلى العمل ضمن شبكة واحدة، لأنه ربما نحن نحتاج إلى أكثر من ممول لمشروع واحد، ممول أو اثنين أو ثلاثة، فنحن نحتاج إلى عدد كبير من الممولين لضخامة المشاريع. تفتقر المؤسسات الإسلامية إلى هذا التنسيق فيما بينها، إلى هذا العمل الجماعي فيما بينها، لذلك تبقى يعني بعيدة قليلا عن المشاركة الحقيقية، وإن شاء الله ستتطور هذه مع القوانين الجديدة والنماذج الجديدة ستتطور دور هذه المؤسسات. أشكرك السيد بهيج حموي المستشار القانوني في شركة المستثمر الدولي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. وإن شاء الله دائما بهيج. شكرا جزيلا.